عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم مرة ثانية في اعتصام القيادة العامة منبر الباحثين السودانيين. سقطت ما سقطت صابنا. سقطت ما سقطت صابنا. اليوم 21 رمضان الموافق 26/5، ويشرفنا الليلة هتكون معنا الأستاذة الناشطة منيرة أحمد الطاهر في محاضرة بعنوان الكنداكة السودانية ودورها في الحراك الحاصل السياسي. فنرحب بأستاذة منيرة ونسمع منها. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، الثوار الأجلاء، صناع الثورة، التحية والإجلال لكم ولكل الكنداكات، وأحيي الكنداكات بصفة خاصة، لا تحيزا للكنداكة، ولكن موضوع اليوم اللي هو الكنداكة ودوره في الحراك السياسي. سيد نفسك مين سيادك؟ سيد نفسك مين سيادك؟ التحية لصناع الثورة، التحية للثوار. اليوم نتحدث عن الكنداكة ودوره في الحراك السياسي. قبل ما نخش في محاور النقاش، في بادئ الأمر نريد أن نعرف معنى كنداكة. الآن كل الحراك في داخل القيادة يتحدث ويتداول بلقب الكنداكة. كلمة الكنداكة يا أخواني الثوار كلمة عظيمة جدا، تداولت في عهد الرومانيين. كان المرأة حينما تحكم في مملكة مروي تسمى الكنداكة. يعني الكنداكة لا تطلق على شخص عادي، تطلق على ملكة تحكم دولة بحالة. فكانوا الرومانيين يطلقوا كلمة كنداكة على المرأة أو النساء اللائي يحكمن أي دولة. فكلمة الكنداكة معناها معنى عظيم، معنى مفخرة للمرأة. حينما تذكر اسم الكنداكة معناها مفخرة لنا. فكون المرأة تبقى ملكة أو تبقى وزيرة أو تبقى عندها في المجتمع مكانة اجتماعية، ده مفخرة لنا. فكلمة الكنداكة تطلق على المرأة الحاكمة. طيب، عندنا التاريخ حافل بالكنداكات وحنتعرض لها من خلال نقاشنا. أول كنداكة كانت في عهد النوبيين في السودان، حكمت 25 سنة. الكنداكة أماني ريناس حكمت في السودان النوبيين 25 عاما، ويقال إنها زولة محاربة جسورة وشجاعة، حتى وإنه يقال إنها فقدت واحدة من عيونها في هذه الحرب. فكانت مثال ومضرب للمرأة الجسورة الشجاعة الثبوتة في المعارك. فيبقى كلمة كنداكة يا أخواننا، حينما نتكلم عن كلمة كنداكة حقه تكون مفخرة. والآن كل الصحفيات اللي أتوا من العالم كانوا بيندهشوا للكنداكة السودانية، وكانوا يعني بيضربوا الأمثال بالكنداكة السودانية. وأنا حضرت كثير من اللقاءات أجريت معي، كانوا يتكلموا عن الكنداكة السودانية ويقولوا الكنداكة السودانية عبرة للعالم كله، ياخذوا منها المثالية. المثالية موجودة في السودان في المرأة السودانية، كل العالم أشاد بذلك، وحقد كلنا أن إحنا مفخرة. فالتحية للمرأة السودانية والتحية للكنداكة السودانية. طيب، أن إحنا ما زلنا نتكلم ونتمرحل في كلمة كنداكة، يبقى الكنداكة هي المرأة الجسورة، هي المرأة الشجاعة، هي المرأة التي لها بون في المجتمع السياسي والمجتمع الاجتماعي. طيب، إحنا دايرين نعرف
دور الكنداكة في هذه الانتفاضة، في هذا الحراك السياسي. كلنا أن إحنا شاهدنا وقفة المرأة السودانية في هذا الحراك. الكنداكة السودانية في ثورة الحراك السياسي وقفت وقفة صامدة، وكان لها دور عظيم وشهدناه في كل أنحاء السودان وليس الخرطوم، في كل أنحاء الولايات. المرأة السودانية وقفت كتفا لكتف مع أبنائها، دافعت عنهم. ويمكن أنتوا تشوفوا كل الصور اللي كانت فيها استفزاز لها، لأنه كانت بتحمي الأجبال لما يطلعوا مظاهرات، تفتح بيتها وتستقبلهم لأنه بتحميهم من أجهزة الأمن، وكانت تضطهد وكانت تستفز لأنه كانت واقفة وقفة جسورة لأبناء ولأبناء الوطن. طيب دورها في الحراك شنو؟ المرأة السودانية دورها شنو؟ والله المرأة السودانية عظيمة، والله المرأة السودانية شجاعة، وليس لأنه أنا أتحيز المرأة السودانية لأني سودانية، ولكن المرأة بطبعها مرأة تهتم بالقيم وتهتم بالمسل وتهتم بكل الأشياء الممكن ترفع من أسهمها. فكانت تقيف مع أبنائها في المظاهرات وتنظم وتشجع وتدافع، فده يبقى مفخر لنا كونه المرأة السودانية يكون لها دور في الحراك السياسي. كانوا زمان أهلنا يقولوا المرأة لها البيت، وده كلام تقليدي. الآن المرأة في ميدان الحراك السياسي، الآن المرأة مرابطة من 6 أبريل داخل هذا الحراك، وقبل هذا الحراك هي ساهمت ودعمت هذا الحراك السياسي ابتداء من الأحياء وانتهاء بالقيادة. فالتحية مجددا للكنداكة السودانية. طيب ننتقل لنقطة تانية، لماذا تجاهد المرأة السودانية؟ يعني إحنا لا نتحيز للكنداكة، ولكن موضوعنا اليوم عن الكنداكة. طيب ما هي أهداف جهاد المرأة السودانية؟ يا أخوان المرأة السودانية بشجاعتها وببسالتها وبقيمها الحلوة دي برضو حقوقها مهدورة. طيب لماذا تجاهد المرأة السودانية؟ نحن بنجاهد ليه؟ سؤال يطرح نفسه. نحن بنجاهد لأنه حقوقنا مهضومة، لأنه نحن بنجاهد من أجل الحرية، من أجل العدالة، من أجل المساواة الاجتماعية. يبقى نحن أصحاب قضية. الكنداكة السودانية بقيم الحلوة وبلقب الحلو وبشجاعتها دي حقوقها مهضومة. فيبقى في السنين الأخيرة بعد ما انتشر التعليم في السودان وأصبحت المرأة متعلمة وبقت كتفا لكتف مع الرجل، بقت تنتزع في حقوقها انتزاع. يبقى انتفضت المرأة وكان عندها أهدافها. يبقى لماذا انتفضت المرأة السودانية؟ لماذا انتفضت الكنداكة السودانية؟ انتفضت لتقتلع حقوقها. ليه؟ لأنه حقوقها الاجتماعية مهضومة، حقوقها السياسية مهضومة. نحن في يوم من الأيام ما كان عندنا تمثيل في الانتخابات، حتى في قانون العمل ما كانت مساوية مع الرجل. فيبقى من الأشياء اللي اكتسبتها المرأة بتعليمها وبجهادها وبثبوتها وبفهمها المتقدم، إنه نحن وصلنا لأنه أخذنا حقوقنا ككنداكات مثلنا ومثل أخواتنا في العالم الثاني في الدول المتقدمة. فالآن الكنداكة السودانية تنعم بحقها النسبي في الانتخابات، والآن وزيرة، والآن مديرة، وممكن تكون رئيسة 2020. يبقى الكنداكة السودانية كل العالم أثبت إنه ليس امرأة عادية،
وأنا لا أتحيز المرأة السودانية، ولكن هذا كلام استقيته من أخواتنا الباحثات الأتوا لهذا الحراك. كذا مقابلة أنا تم استجوابي واستفدت منهم، حسيت إنه هم عندهم مكانة للمرأة السودانية، وحسوا إنه المرأة السودانية مثال للمثالية السياسية، مثال للقيادية في كل العالم. عشان كده أتت كل القنوات عشان ما تشوف من الكنداكة السودانية. طيب يبقى أن إحنا لما نتكلم عن الكنداكة، الكنداكة في المقام الأول شنو؟ أم ومربية. طيب الكنداكة ممكن تكون أم ومربية وممكن تكون قيادية في الحراك السياسي، لما لا؟ الآن نحن نربي ونعلم وننشئ ونبني، يبقى المرأة السودانية هي التي لها اليد الطولة في أن تنشأ هؤلاء القادة. المرأة تصنع الرجال وتقف إلى جانبهم، وكلنا بنعرف المثل وراء كل عظيم امرأة. فيبقى المرأة هي التي تقدم المثال الإنساني للتربية القيادية، هي أم، هي قيادية في الميدان، هي وزيرة وممكن تكون رئيسة للدولة. طيب الإسلام لم يظلم المرأة، الإسلام أدى المرأة حقها، كرم المرأة، الإسلام ساوى الرجل والمرأة في حق الكرامة الإنسانية، في حق الكرامة الإنسانية. كبقى يا أخواننا المرأة الإسلام لم يظلمها، ظلمتنا الحكومات ولكن الإسلام لم يظلمها. الإسلام لو دخلت وقريت ديمقراطية عمر هتلقوا إنه الإسلام أدى المرأة السودانية حقها كامل، حتى أبسط الحقوق، أبسط الحقوق اللي أنت ما بتتصورها، ناهيك عن حق العمل وحق التعليم وحق الصحة، حتى في الأشياء الشخصية أدى المرأة حقها كامل، ولكن ظلمنا مجتمعنا الذي ينظر للمرأة السودانية بدونية. ولكن أنا أبشر أخواتي الكنداكات، نحن لم نرجع إلى الوراء ولو نمشي للأمام، إن شاء الله المرأة السودانية تكون من خيرة النساء في العالم، ويمكن الحراك أثبت ذلك للمرأة السودانية. المرأة السودانية جسورة، المرأة السودانية شجاعة، كل القيم الممكن ترقب البشرية في المرأة السودانية، أضف لإنها زورة صبورة زورة جسورة. يبقى أن إحنا في يدنا كل المفاتيح الممكن ترقبينا، لما نرجع للوراء؟ طيب إذا تكلمنا عن نضال المرأة السودانية، المرأة السودانية النضال حافل، إذا تكلمنا عن النضال، النضال حافل بتاريخ المرأة السودانية. المرأة السودانية دعمت الاستقلال سنة 1956، كان للمرأة تاريخ عظيم في دعم الاستقلال، ويمكن تذكروا بعض من القياديات مثل فاطمة أحمد إبراهيم وأول دكتورة اللي هي خالدة زاهر والأستاذة فاطمة طالب إسماعيل، دل من النساء القيادات الكبيرة في السودان، ودعموا الحراك السياسي ودعموا الاستغلال. برضو نرجع بالتاريخ، النضال حافل عندنا تكونت في أوائل الأربعينات جمعيات ونقابات أقلب من النساء. أول نقابة للمعلمات كانت دعمت الاستغلال، وبعدها أتت رابطة النساء المثقفات، وكانت وليدة الاتحاد النسائي السوداني. سنة 52 السودان دعم بالمرأة السودانية، يبقى المرأة السودانية كان لها القدح المعلى في دعم الاستغلال. يبقى المرأة تاريخ حافل في النضال وفي دعم النضال وفي دعم الاستغلال. ويمكن الأمثلة اللي أنا ضربتها عليكم ديل من
ذخيرة النساء في السودان، رفعوا صوتهم عالي في الحق ودعم الاستغلال، وكانوا لهم لقدحا معلى في دعم الحراك السوداني. أضف لبعض من الأمهات اللي كانوا في السودان والتاريخ حافظ بهم زي مهيرة بنت عبود وقيرة وأمثال أماني ريناس الكنداكة. في السودان كثير، لو أن إحنا قعدنا حنلقى في كل الولايات دي الأمثال لهم، والسودان زاخر بالكنداكات، وإن شاء الله نحن ما نرجع لوراء ونمشي قدام. طيب إذا تكلمنا عن نضال الكنداكة، الكنداكة يا إخواننا في السودان هي امرأة، هي امرأة. لقب الكنداكة لا يطلق على رجل، يطلق على امرأة، والمرأة التي تسمى أو تلقب بالكنداكة والله مفخرة لنا، لأنه زي ما عرفنا مصطلح الكنداكة، الكنداكة لا تطلق على مرأة عادية، تطلق على مرأة قيادية جسورة شجاعة، يبقى والله مفخرة لنا. فالتحية للكنداكة السودانية للمرة الثانية. في ختام محاضرتنا عن الكنداكة السودانية، أنا دايرة بس 10 دقائق نعمل بها كومنت أو تعليق. دايرة أشوف مفاهيم من بعض من أخواتنا الكنداكات. في بعض من أخواتنا قالوا لي يا أستاذة منيرة في بعض من الرجال بيرفضوا رقم الكنداكة، وإذا نطق قدامهم يعني بيحجموا الكلام وبيتنرفزوا وبيستفزوهم. أنا دايرة أسمع من أخواتنا الكنداكات لماذا يرفض لقب الكنداكة. والله الكنداكة مفخرة لنا. أنا شخصيا في الحراك ده ما في زول قاعد يقول لي منيرة، بقولوا الكنداكة منيرة. والله بفتخر حينما أسمع كلمة كنداكة، لأنه لأول مرة في تاريخ السودان نحن نشعر بحقنا السياسي ونشعر بوزننا في المجتمع في داخل هذا الحراك. أنا عاوزة أسمع من بعض من أخواتنا من غير تفاصيل كثيرة، لأنه في برامج تانية مربوطة بزمن. طيب أنا دايرة أسمع لماذا يرفض رقم الكنداكة، لقب الكنداكة في السودان. أها أخوتنا السلام عليكم. دايته حسب تقديري انه هو بيرفض لانه اصلا ما عارفين معناه، لانه لو عرف المعنى ما كان رفضوه. فجد يعني زي ما بقول لك انه زي ما قلت انه هو فعلا اللي بيعرف معناها هو مفخره، يعني انا افتخر انه انا كنداكة. نحييك يا كنداكة. طيب دار اسمع تعليق واحد ثاني، تعالوا خدنا. طيب نفتح الباب لأخواننا الثوار، عاوزين واحد من الثوار يدينا وجهة نظره في لقب الكنداكة وشهرته داخل هذا الحراك السياسي، هل مقبول أم مرفوض؟ ونتكلم يا أخواننا بشفافية. السلام عليكم. ناصر عادي. الكنداكة يعني يفهم الاسم المصطلح كنداكة المرأة الحامل السيف. الناس هناك بتفتخر بملكة جانسي، لما بتفتخر بالكنداكة ليه؟ بيعقل كده يعني ما مرة عملت حاجة غلط، تمام؟ هي بتدافع. الراجل هي راجل يعني هي راجل فينا برفض لقب الكنداكة، معناه هو أصلا زول مخلف وما عارف كلمة الكنداكة أصلا في السودان. أحييك وأحيي كل الكنداكات في السودان، الكنداكة أنا بصر، الكنداكة مفخرة لنا يا كنداكات. الكنداكة مفخرة لنا يا كنداكة، ولقب الكنداكة لا يتمسح من السودان بعد هذا الحراك. وأنا حكون أول كنداكة في السودان إن شاء الله، وحقود الشغل ده نساء تحت التغيير. السلام حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب. طيب دارين تعليق ثاني؟ تعليق ثاني سريع يا اخوان. دارين نسمع الكنداكة وجهة نظر عن الكنداكة. يا اخونا. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب.
معليش حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. الخيار لمن يكون السلطة في يده، ولكن الآن السلطة في يدنا إحنا، فإحنا بنقرر وليس بخيرونا في حقنا. المدنية والثورة حقتنا، فنقول حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. قرار الشعب. شكرا لك. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. الحقيقة والله كلمة كنداكة ما انتشرت إلا في هذا المكان، ومعظم الناس ما بعرفوا كلمة كنداكة شنو. معلش مع احترامي للناس يعني، وأنا شخصيا والله ما عرفت إلا هنا، وحقيقة كلمة والله الواحد يعتز بها. والكنداكات من أوائل الناس الحركة الموقف ده يعني، وبيعتز بها وبيعتز بكل الكنداكات. شكرا لك جزيلا، والتحية للكنداكة السودانية. يا كنداكات وصفحة في تعليق تاني؟ أي بابا تعال من السماعة كده، تعال كده. حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب. شاكر الفرصة. كنداكة طبعا امرأة عظيمة جدا جدا. She was a leader and she's everything. أنا غيتو أقول تمارين سكتشن، أنا بقترح يكون كنداكة she is the leader، يكون رئيسة جمهورية السودان يكون كنداكة يعني. أنا بقترح كده يعني، لأنه قدمت للثورة 60%. Thank you very much. نحن ما قلنا الكنداكة ما هترجع لورا، وحنكون غادة لهذا العمل، ونحن بنتمنى 2020 الكنداكة تكون رئيسة على السودان مع غلة. والتحية والإجلال والإقبال لصناع الثورة، والتحية للكنداكة السودانية، والتحية لأخواننا الباحثين السودانيين اللي هم أدونا هذه الفرصة وأدوا من زمن ل نعلي كلمة كنداكة. حرية سلام وعدالة، الثورة خيار الشعب. طيب نشكر جزيلا الأستاذة منيرة أحمد الطاهر على منيرة إبراهيم الطاهر على المحاضرة القيمة حول الكنداكات، وشكرا لكل الحضور الساهموا. إخوان الكنداكات ديل أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وزوجاتنا، وهم كل المجتمع في المواكب. الناس كانت تطلع مواكب بتكون عارفة كويس انه لو ما الصندوقة بتاعت الكنداكات ديل في عتاد كتيرة جدا الناس دفنت ديجن، مش كده؟ الناس لبدت يعني. فنديهم يعني تحية مرة تانية، شاكرين لهم. اتفضلوا اتفضلوا يا شباب، تحية الكنداكات السودانيات. نحن الان عندنا البرنامج الثاني بتاع نادي مخاطبة اللغة الفرنسية مع الاساتذة هيبدأ هسي، فنشكرهم جزيلا يا اخواننا، ونقول لهم يعني سقطت ما سقطت صابنا. يوم 28 29 عندنا شنو؟ اضراب سياسي عام. الاضراب السياسي العام انه الزول يمشي الشغل ما يشتغل، تتمم ما تشتغل، نهايه اليوم بتطلع لك ورقه بتمشي بها شنو؟ انك انت انا مضرب عن العمل، وبتجي هنا تصبها في القياده العامه. ده الاضراب السياسي، صح؟ لو في اي زول تكلم معاك ولا سوى معاك عندك الجهات القانونيه تمشي لها طوالي. انا ده مضرب، تكلم مديرك في الشغل، تكلم الناس اللي حوالينك، انا مضرب. اي زول في المؤسسه موجود عامل بتاع شاي فراش لازم توروه الاضراب هو شنو، والناس مضربه لشنو، والكلام ده انه بيعود علينا بالنفع على شنو. شكرا جزيلا لكم يا اخوان، يعطيكم العافيه.